السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروسوت فيديو جديد القناة في دورة جديدة إن شاء الله. النهاردة الدورة بتاعتنا نبتدي دورة سي بلس بلس جي يو أي أبليكيشنز بواسطة فيجوال ستوديو 2015. سي بلس بلس عايزك بس عشان أنت داخل الدورة دي عايزك تنسى حاجات كتيرة قوي في البيزكس اللي أنت اتعلمتها في سي بلس بلس، لأن في حاجات كتيرة قوي بغض النظر الاساسيات العميقه اللي هي مثلا الاف ستريتمنت والفور والحاجات دي احنا هنستخدمها في الدوره دي باذن الله، بس في حاجات كتير انا مش هنستخدمها في الفيجوال ستوديو لان الفيجوال ستوديو ما بيدعمهاش في الحاجات دي، بنستبدلها بحاجات تانية في الدوره دي باذن الله، زي مثلا فتح الملفات اللي هي الملفات النصيه، النتورك، هعلمك كل ده باذن الله عشان تحمل الفيجوال ستوديو. عشان تحمله هنستخدم في الدوره دي باذن الله فيجوال ستوديو 2015 على موقع معتز. الموقع ده يعتبر يعني ايه مستودع عليك لاي برنامج انت تعوزه. هتيجي هنا عند مايكروسوفت برودكت منتجات مايكروسوفت يعني، بعد كده تيجي هنا عند فيجوال ستوديو 2015. ممكن انت تختار 2005 يعني بحد اقصى 2008 قصدي، ممكن نقدر نستخدمه. يفضل يكون اكبر من كده، فيه هم منزلين اهو فيجوال ستوديو 2017 2015 ابديت 3 كوميونتي ده اللي احنا هنستخدمه. معلش حجمه شويه زياده 7 جيجا، بس هو رائع رائع جدا ومليان بالميزات كتير، مثلا زي السي شارب زي السي بلس بلس زي كل حاجه انت تتخيلها موجوده في الحزمه دي. بعد ما تحملها وتثبتها انا كده نشيل نفتحه. طبعا التثبيت سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل، ان انت نيكس نيكس نيكس. بعد كده لازم يا جماعه تثبت الفيجوال ستوديو ده في مسار الويندوز، يعني مش في البارتيشن اللي انت مسطب فيه الويندوز، لازم تسطب فيه البرنامج ده عشان ايه يعرف يتعرف على المكتبات والحاجات دي. ما ينفعش تسطبه في بارتيشن تاني لان هو غالبا مش هشتغل لان حصلت معايا المشكله دي. اولا تفتح كده الواجهه، هيطلب منك انك تعمل حساب في المايكروسوفت او تسجل دخول الحساب اللي في مايكروسوفت. تعمل حساب، لو ما عملتش حساب ممكن هيقعد معاك 30 يوم بعد كده هيطلبك بحساب، فالافضل ان انت تعمله في الاول يعني. بعد كده تروح عند فايل، اول ما يتفتح بقى يتفتح معاك دلوقتي خالص. هنروح على فايل عشان نعمل بروجكت جديد، بعد كده نيو، بعد كده بروجكت، هنروح على فيجوال سي بلس بلس، نروح على كلمة سي ال ار، بعد كده سي ال ار امتي بروجكت، بعد كده بقى انت تكتب اسم البروجكت، مثلا انا هسيبه بروجكت 3، بعد كده اوكي. نستنى شوية لغاية ما يكريت البروجكت بتاعنا. افتحه كده. طبعا البروجكت ما فيهوش اي حاجه خالص، فهو مش عارض اي حاجه. هنتعلم بقى ازاي نضيف بقى حاجات كده. بص هو البروجكت ده دلوقتي هو حاليا البرنامج بتاعك. البرنامج بتاعك بقى بيتكون من ايه؟ ملفات سي بي بي، على ملفات هيدر فايل، على ملفات مثلا اللي هي بتاعت اليو اي اللي انت احنا هنربطها مثلا بالكلاسات بتاعتنا والفانكشن بتاعتنا. فاعلمك ازاي. اولا لازم تروح على تكليك يمين على البروجكت بتاعك كده، تدوس اد نيو ايتم، واخد بالك؟ بعد كده اللي هو سي بلس بلس فايل، او لا تروح على اليو اي، اليو اي هنا فيجوال سي بلس بلس، بعد كده يو اي ان احنا بنضيف فورم جديده ماي فورم دوت اتش، بعد كده اد، دوس اد. استنى شويه كده لغايه ما كاريت، ملناش دعوه بيها. استنى ممكن تظهر معاك مشكله دي، بس اقفلها كده. لو قفلتها استنى بس ما تقفل، نروح تاني نفتحها تاني هتفتح معانا عادي. كشرح كده بس للواجهات دي، مش عارف راحت فين برضو التولز. التولز طب نقفل كده الفيجوال ونفتحه تاني. ظهرت عندنا اهي. كشرح بس معلش بس عشان مش عارف جت من هنا، ان انت تروح عند فيو لو ما جاتلكش التول بوكس او اي حاجه ما جاتلكش، تيجي هنا عند ايه تول بوكس عشان تظهر لك التولز بتاعتنا اللي هنستخدمها، مثلا اللي هي الازرار بقى والتشيك بوكس والحاجات دي. كتعريف عام دي الواجهه بتاعتك. خلي بالك احنا ممكن نضيف كذا واجهه مش واجهه واحده، هنتعلم ازاي نضيف كذا واجهه ونربطهم مع بعض. دي الواجهه بتاعتك، دي الخصائص بتاع الواجهه بتاعتك. عندك هنا ايه الباك كلر، يعني احنا مثلا لو ايه دوسنا هنا مثلا غيرناها كده بتغير الباك كلر بتاعتنا. التايتل، الفونت،
في هنا التكست اللي هو التكست اللي بيظهر اسمه في ماي فورم هنا، ممكن تغيره تدوس عليها كده وبعد كده تغيرها. بعد كده هي انيبلد ولا لا، يعني انت ما ينفع ان المستخدم يتعامل معاها ولا لا. مليانه خصائص يا جماعه. والمينيمايز بوكس، هل اللي انت عايز المينيمايز ده ما يكون موجود او لا؟ الشو ايكون، الايكون بتاعتك اللي هي بتكون هنا او في التاسك، التاسكس تحت هنا، دي التولز بتاعتنا. مثلا ده البوتن، مثلا شد البوتن ده، كان حطه كده عشان تشد، نكبر كده مثلا ده بوتن عشان ندوس عليه، عشان مثلا تدوس على البوتن مثلا او تحدد حدث معين يحصل عليه. عندك هنا نافذة الاحداث، يعني مثلا ايه اكشنز، اول ما المستخدم يدوس على الكليك ده ايه اللي هيحصل. هنا بقى ندوس كده كليك كليك يمين مرتين، هنا دي بنكتب هنا كل الاوامر اللي هتحصل هنا في الحتة دي، الحتة دي كل الاوامر اللي هتحصل. في نفس الحال برضو كل ما تيجي تضيف حاجة ممكن تضيف، تدوس عليها مرتين كده، لو دوست على الأداة مرتين بيجيب لك الديفولت بتاعها. الديفولت هنا او الحدث الديفولت اللي في الزر ده اللي هو الكليك. في احداث بقى كتير هنا، يعني مثلا ايه في هنا، لو الماوس مثلا دخل عليه كده او دخل جوه البتاعة دي، دخل اهو الماوس، احداث الماوس فينا لو ماوس انتر، لو دخل جوه كده، يعني لو الماوس دخل كده جوه الزر بس ما دوستش عليه بيعمل حدث برضه. مثلا لو انت عايز مثلا تغير الباك كارر، لو الماوس دخل، لو الماوس خرج تغير ترجعه تاني كده. هنتعلم كل ده باذن الله في الدوره دي باذن الله. اهم بس من كل حاجه ده ان انت هل ينفع ارن كده البرنامج بتاعها، هل البرنامج كده هينفع يترن كده؟ لا مش هينفع يترن كده، لازم كده شويه حاجات لازم نعملها، او لازم دي مهمه جدا عشان مش هتعرف تعمل رن البرنامج بتاعك او ديباج من غير الحاجات دي. اولا كده روح على بروجكت، ده اول ما تفتح البروجكت بتاعك خالص، يعني تروح على بروجكت. بعد كده اخر خاصيه معانا بروجكت 3 بروبرتس، او الاسم البروجكت بتاعك بعد كده بروبرتس، تروح على لينكر، بعد كده سيستم، بعد كده كده هتيجي عند اول واحده تختار ويندوز هنا، بعد كده تيجي على ادفانسد في اللينكر برضو، تيجي هنا تكتب ايه مين، مين كده نكتبها، هل ينفع تتكتب كده ولا مين، مين مين كتب كده او مش عارف تكتب اسمه، هنجرب دلوقتي. ندوس بعد كده ابلاي، بعد كده اوكي، بعد كده تيجي هنا عند الملفات اللي فيها المشروع بتاعك، بعد كده تروح على ماي فورم سي بي. الكلام ده بيتطبق على اول فورمه بس يا جماعه، يعني اول فورمه بس انت اللي هتعمل فيها الكلام ده، باقي الفورمات اللي هنعملها او باقي الواجهات اللي هنعملها لا مش هنعمل فيها كل ده. نمسح ده كله، هتلاقي كده في الديسكريبشن عندك تحت في الوصف كود كده، ده الكود بتاعنا، تاخده كده كله كوبي كوبي، بعد كده تحطه بيست هنا، كوبي تحطه هنا بيست، كنترول في، نغير كده اسم البروجكت بتاعنا، هو كان هنا بروجكت 3، نغيره كده بروجكت 3 هنا، اتعرف عليها هنا، ده كده مفيش اي شكل ماشي. ولو مثلا هنعمل مثلا حدث معين كده او حدث بسيط مثلا، عشان لما ندوس على الزر ده مثلا نقول له ايه مسج، مسج بوكس شو، عشان مثلا نطلع مسج بوكس معينه مثلا نسميها مثلا هلو مثلا، ونقفل نقول له لوكال ويندوز ديباجر يس، نستنى كده شويه لغايه ما يعمل رن. هو بس اول رن كده بيبقى ايه، بيبقى بطيء شويه بس بعد كده بتشتغل. ادي الرن بتاعنا يا جماعه، ده كده شغال. لو مثلا لو دوسنا هنا على الزر ده هلو اوكي. بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، واركم ان جود درس نال اعجابكم، وتابعوا يا ريت تابعوا الدورة عشان هننزل حاجات كتير قريب باذن الله. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله من دوره سي بلس بلس جي اي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.